اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حوار اليوم. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن محافظه الجيزه، طبعا بتعد من اكبر المحافظات في جمهوريه مصر العربيه، طبعا بها احياء راقيه واحياء عشوائيه اللي بتبلغ ما يقارب من 37 منطقه عشوائيه، حوالي خمس مساحه محافظه الجيزه. طبعا النهارده في اللقاء الخاص من حوار اليوم هنتكلم على مشاكل المواطنين، هنتكلم على الجيزه من التنميه، الجيزه من ناحيه السياحه، الجيزه من ناحيه الخطط المستقبليه. بيشرفنا النهارده يكون معانا طبعا محافظ الجيزه دكتور علي عبد الرحمن. اهلا بحضرتك يا فندم وشكرا على وقتك. اهلا وسهلا. خليني ابدا معاك قبل يعني ما نبدا ونخش في المشكلات كده. انت واخد على خاطرك من الاعلام؟ لا يعني انت ما اقدرش اخد على خاطري من الاعلام، انا يعني موظف عام وليا مسؤوليه امام المجتمع، وبالتالي فدور الاعلام هنا انه يعني يقرب بين المسؤول وبين المواطنين. لكن ليا بعض الملاحظات على حالات مختلفه حدثت ليا يعني اثناء تناول الاعلام لمشاكل في محافظه الجيزه. وكان ليا قرارات انتقدت هذه القرارات بدون ما تكون المعلومات المتاحه او اتيحت واغفلت. كانت جزيره القريتين اللي كانت مشهوره قوي وغيرها يعني. يعني انا اذكر اهم الحاجات اللي ظلت عالقه في نفسي ان في حادث خاص بتناول مجموعه من المواطنين لانشاء كوبري على شارع الهرم امام احد المحلات التجاريه المزمع انشائها او طلب الترخيص. الموضوع ده اثير في عده حلقات في برامج مختلفه. انا ازاء هذا التناول اثناء العمل في المشروع ارسلت جميع اوراق الموضوع الى جهه رقابيه على مستوى عالي جدا من المهنيه عشان تفحصه وتشوف هل الإجراءات اللي خدتها محافظة الجيزة سليمة ولا غير سليمة. وانتهت هذه الجهة بعد الفحص وهي جهة محايدة إلى أنها أن الإجراءات سليمة، فأرسلت بهذه النتيجة إلى نفس البرامج وطلبت منهم أنهم أيضا يعني يحيطوا المواطنين علما بها، وخصوصا وأن في العرض الأول للموضوع كان الانطباع لدى المواطن ان في شبهه فساد ومجامله من جانب المحافظه لاصحاب المولات التجاريه، في حين ان هذا المشروع بياتي بمردود اساسي وهو مطلوب للسيوله المروريه في شارع الهرم. طيب ولا توجد مجامله. لا توجد مجامله. خلينا نبدا بقى مشكله. اتفضل. انا بتكلم طبعا دكتور علي عبد الرحمن اللي يعلم هو طبعا من اشهر المهندسين المدنيين في مصر، وفي مشاريع كثيره جدا اشرف عليها، اشهرها طبعا لو انتم فاكرين في 2009 كان مجلس الشورى وعودته بهذا الشكل بمنظر قياسي. لكن من 2012 ووقت طبعا حكم المجلس العسكري، وانا بتكلم مع دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه اقدم مسؤول موجود في الدوله على مدى الاربع سنوات الماضيه، 2012 وقت الحكم العسكري مجلس الحكم العسكري، قلت انه في خطط هتبدا في موضوع تطوير العشوائيه تحديدا. 37 منطقه، حوالي خمس مساحه محافظه الجيزه، لكن الامر ده برغم الخبره الهندسيه اللي معليك يا دكتور، لكن ما شفناش اي تغير. هل فعلا الاعلام مش شايف ده ولا الامور مش واخده شغل مظبوط؟ لا، هو في شغل طبعا حدث خلال السنوات اللي انا توليت فيها مهمه المحافظ. لكن الشغل التنميه ده محتاج الى تمويل. مفيش تنميه بدون تمويل. وانا اعتقد ويعني غالبا رؤيتي كتير اشتكيت من ضعف ميزانيه المحافظه حوالي 170 مليون، لكن ما اتيح لي وما امكن لي تدبيره استخدم استخدام في محله. فيعني انا لو حبيت اذكر النهارده محور احمد عرابي افتتح في خلال ثلاث سنوات الماضية، صحيح، وده محور رئيسي. لما تبقى حديقة زي حديقة وتطوير ميدان النهضة وغيرها، لما يبقى مبنى ديوان المحافظة بيتحرق ويرجع تاني إلى مكان عليه بل يمكن أن يكون أفضل خلال شهور، ده لم يحدث في محافظات أخرى.
رغم ضعف الإمكانيات، إلا أن المحافظة تعرضت إلى مشاكل كثيرة، وكانت دايما بتقف على رجليها وبتقاوم وبتتعامل مع الأزمات تعامل سليم. الإمام الغزالي مثلا، الإمام الغزالي ده صرف صحي، خط رئيسي بيصرف إلى محور رئيسي من محاور الخطوط الكبيرة بتاعت الصرف الصحي في إمبابة. حدث فيه هبوط وانكسر، البيوت اللي جنبه تصدعت، عائلات هجرت، فقدت مساكنها. وانت قلت التعامل كمثال يعني، حلت التعامل تم بمستحقات وغيره. أيوة، والناس خدوا حقوقهم، وبعضهم خد شقق وبعضهم خد تعويضات، والخط أصلح وأصبح أفضل مما كان، وفتحت فيه المياه الصرف أول أمس. خد وقت، لكن تكلفته كام؟ 18 مليون جنيه، وهو هبوط في جزء من شبكة الصرف الصحي في الجيزة. النهاردة احنا عايزين، عندنا مشكلة مش باين فيها ان في مجهود، اللي هي الصرف الصحي والطفوحات. قد ايه المطلوب لها عشان تتصلح الصرف الصحي في الجيزة؟ 7 مليار جنيه. فاللي كان متاح والذي أتيح ده تم استخدامه بالفعل. 7 مليار. وانت اشتكيت دايما من الميزانية بتاعت المحافظة، قلت ان احنا 170 تقريبا تحديدا، يعني بناخد 170 مليون جنيه. 170 مليون ومفيش نسبة تناسب مع مثلا يعني محافظة القاهرة، بيبقى طبعا ده انا بقول مثلا الخطة العاجلة، محافظة القاهرة أعطيت 620 مليون، إحنا أعطينا 112. يعني بدون شك لو قسمنا أي دعم من الدولة تقسيم عادل هيتقسم على عدد المواطنين. يعني حصة المواطن في الدعم بالمواطن، وكل مواطن له حق. صح، ده الدستور بيقول كده. صح. فإحنا عايزين نقرب مستويات التنمية في كل الوحدات المحليه. بس احنا دلوقتي اتكلمنا، قلنا مثلا تطوير احمد عرابي، مبنى مبنى مديريه الامن الى اخره. انا بتكلم على عايز اقول مشروع عشوائيات، يعني ما حدث مثلا كمثال للسودان، الناس اللي كان عايشش على خط السكه الحديد، ويعني دي منطقه برضه يعتبر من العشوائيات. ده امثله من هذا النوع. احنا عملنا شغل فيها وبتكلفه بسيطه. هنا بقى بيبرز دور المهندس، ان انا عملت العمارات ديت بفكر انه الدور الارضي يبقى محلات، وهي اللي تصرف على العماره فيما بعد كصيانه، وكان توقعي ان اللي هيسكنوا قدراتهم على دفع الايجار محدوده. وبالفعل هذا حدث. اللي سكنوا في اول مجموعه عمارات لغايه دلوقتي ما دفعوش ايجار، وبنديهم ايصالات عشان يروحوا يتعاقدوا مع شركه الكهرباء على عدادات، ما بيرضوش يروحوا لانهم عايزين يستخدموا الكهرباء العموميه. انت وقت زمني اقضي على ال 37 منطقه عشوائيه في محافظه الجيزه؟ لا، ده هياخد وقت قد ايه يا فندم؟ يعني انا اتصور لو جهود التنميه مشيت بوتيره عاليه ممكن ياخد من 5 سنين لعشر سنين. من 5 ل10 سنوات. وتمويل قد ايه؟ زي ما انت قلت في البدايه كده انا عايز يعني ده بنتكلم على 10 مليار جنيه على الاقل. احنا بنتكلم على سن العجوز بس، دي واحده عشوائيه اللي مطلوب لها 2 مليار. 2 مليار. طب في افكار للتمويل يعني؟ طبعا كان في نقطه في المخالفات والتعدي على والبنى، والناس اللي بداوا طبعا احياء زي المهندسين والدقي اختفت فيها الفلل والاشجار وبقت تطلع عمال. كان في نقل على لسانك سعادتك انه مثلا كمثال لما انا اخد مخالفات واخد غرامات ما استفيد بيها اطور العشوائيات. تمام، ده امتى يتنفذ ولا هو مجرد كان كلام؟ احنا منتظرين تشريع يتعامل مع المخالفات، والحقيقه ان ده مطلوب جدا، واحنا كمحليات وعاملين في التنميه المحليه محتاجين الى موارد، وده ممكن هذا التشريع يجيب موارد وفي نفس الوقت لا يضر بحق المواطن اللي عايز يعيش في بيئه جيده فيها تهويه وفيها اضاءه وفيها مرور وفيها شبكه صرف صحي جيده. تمام، وما فيه والميه موجوده 24 ساعه. ما هو يعني احنا عندنا دلوقتي لجنه الاصلاح التشريعي، وطبعا في بيصدر طبعا قرارات رئاسيه وساعات في قوانين، في صم القوانين بعض التعديلات الى اخره. وهل طلبت من ناحيتك يا دكتور ادوني قانون ادوني تشريع
لان انا الجيزه عندي كوارث، عندي شوارع ترصيف، عندي زحمه وخانقه مروريه، عندي تعديات ومخالفات بالجمله، خاصه ان طبعا محافظه الجيزه هي تعتبر كده ايه نقطه الوصل مع صعيد مصر. فهل من ناحيتك على اساس ما يبقاش في مهاجمه على المحافظه، ما يبقاش في طلبات من جانب المحافظه، ما يبقاش في عدم رضا حتى من المواطنين على دور المحافظه؟ في كل فرصه بتتاح ليا وببقى فيها في مكان بمثل فيه محافظه الجيزه وطلباتها، سواء كان ده في مجلس محافظين او في مجلس الوزراء او في اجتماعات بيحضرها وزير التنميه المحليه ورئيس مجلس الوزراء، بقول وجهه نظري ووجهه بتخدم مواطن الجيزه. في تشريعات مطلوبه في مجالين، الاستثمار وقانون البناء. الاثنين دول يخدموا بشكل جوهري مواطن الجيزه. التعديلات الحاليه الجاريه واللي بتناقش حاليا في الاستثمار بناءه جدا، بس لازم تطلع. لو نفذ كده مثلا قانون تعدي المخالفات في البناء، واللي تم كتير جدا، وهاجي لحته حدائق، لان دي قصه لوحدها، حدائق الاهرام، ممكن تجني المحافظه قد ايه مبالغ وتساهمها انها تخلص في التنميه؟ يعني انا يعني بتصور ان احنا ممكن نوصل الى 5 مليار جنيه من رسوم وغرامات مخالفات، بس بشرط انا مش هفرح بالفلوس ديت الا اذا كان تحصيلها وما يقابلها من تصالح لا يضر بمصلحه الاخرين. تمام. فانا عايز اقول انه اذا كان ده هينعكس على طرق افضل، على شبكه ميه وصرف صحي افضل، على خدمات في صوره مدارس ومستشفيات في المنطقه التي ادير بعض سكانها بسبب التصالح، فهذا امر يكون مقبولا. صح. انما ان انا اخذ من حق مواطن وابيعه على اساس تحصيل مردود مالي يخدم في اي شيء، طبعا هذا امر غير مقبول. طيب انا ماشي في العشوائيات، انا مركز بس على العشوائيات لانها تعتبر مهمه جدا، يعني طبعا لانه الارتقاء والمستوى، وطبعا كنا بنعاني طبعا كلنا مش بس في محافظه الجيزه، في جميع ادارات الدوله عدم الاستقرار الامني. لما اقول انا خلصت كام في الميه من العشوائيات في محافظه الجيزه، وقدامي خطه قد ايه اخلص او اقضي على الاقل نصها او ربعها؟ احنا عملنا يعني ما يعتبر نماذج وشارع السودان. ايوه. وبنشتغل دلوقتي في طلعت في عزبه حرب. بنشتغل دلوقتي في مناطق زي سن العجوز في الدراسات الاساسيه اللي فيها بنستطلع راي المواطنين. فاحنا في مراحل مختلفه من الدراسات او التنفيذ. في حاجات تقريبا يعني نفذنا تقريبا ما يناظر حوالي 60% من حل مشكله العشوائيه زي عش السكه الحديد. ده ممتاز جدا. انما ده مقترن بايه؟ مقترن بما هو متاح لنا من تمويل. انا اقدر اقول ان انا بتكلم في 5% 7% من جمله العشوائيات اللي موجوده في الجيزه. فده طبعا نسبه صغيره جدا. من 37. لكن خليني اقول ليه؟ انه في البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهوريه كان دايما الحديث انه دايما مع رئيس الجمهوريه في مرحله ما قبل الانتخابات الرئاسيه. برنامج الانتخاب. وما زال ده الامر معروض دائما على الرئيس. كيف ندبر ما يلزم للمحافظات؟ وكان دايما الكلام ان كل محافظه محتاجه الى مليارات وليست عده مئات من الملايين. وده اللي هيخلي المواطن يحس بنقله نوعيه. صح. في جوده الحياه. الحياه المباشره. طريق مترصف، وطبعا الطرق في مشكله في والمدارس والمستشفيات. المدارس والمستشفيات. يعني احنا عندنا اكبر كثافه في فصول التعليم الاساسي في المدارس. عايزين اراضي والاراضي دي تشترى، لان المناطق اللي احنا لنا اراضي فيها كاملاك دوله يا اما في الظهير الصحراوي يا اما بعيده عن المنطقه القريبه من السكن. فاحنا محتاجين عشان نشتري اراضي محتاجين فلوس ومحتاجين مجتمع مدني يساعدنا. لكن في امكانيه واجهزه موجوده، لما الارض تبقى موجوده نقدر نبني مدارس، وفي خطه موجوده. طيب عايز اروح طالما في المخالفات بقى اتكلم على حدائق الاهرام او الهضبه.
وايه المشكلات اللي فيها. كان نقل تصريح لحضرتك من قريب تقريبا انه مشكله حل حدائق الاهرام دي تتحل لما تتحل الجمعيه وتبقى في جمعيه جديده، والجمعيه الجديده دي خلال 6 شهور يتم يعني برنامج معاها. الجمعيه ما اتحلتش ولسه زي ما هي، ولسه الناس في الحدائق دي بتعاني من بلطجه، توك توك، خدمات ما فيش، ترصيف شوارع، عمليات سطو في بعض الاحيان. امتى اتحط لها يعني حد وفاصل؟ لا يعني انا ما اقدرش اتكلم عن ضروره حل الجمعيه، لان انا كمحافظ ليس لي ولايه على الجمعيه وليس من سلطاتي حل الجمعيه. جمعيه تعاونيه للاسكان. ما هو الناس هيشتكوا الجمعيه ولا يشتكوا للمحافظه؟ يعني يروحوا للمحافظ ولا يروحوا للجمعيه؟ لا يروحوا للمحافظ فيما يخص المحافظ، فيما يخص المحافظ ويروحوا للجمعيه فيما يخص الجمعيه. يعني حدائق الاهرام في مسؤوليه للمحافظه وهي اصدار التراخيص سواء بالنسبه للسكن او المحلات والعلو والاشغالات وطبعا ده اللي فيه عدد الادوار وازاله الاشغالات وازاله المخالفات. تمام. اما البنيه التحتيه زي شبكه المياه والصرف الصحي مثلا او الطرق لا تقوم بها المحافظه، وليس للمحافظه اي مسؤوليه تجاه الطرق او شبكه الجمعيه اللي تعملها، لا من بعيد ولا من قريب. الجمعيه اللي تعمل حاجات، الجمعيه بتقوم بهذا. فاذا حدث خلل مثلا في طريق مثلا داخل هو كل الطرق هناك خلل يعني. ده صح. انا عايز يعني ايضا اوضح للسكان حدائق الاهرام ان على سبيل المثال عندما رغبت شركه توصيل الغاز الطبيعي توصيل الغاز الى المنطقه طلبت من المحافظة أن تدبر لها مساحة تضع فيها مكان لمحطة رفع ضغط الغاز. المحافظة اختارت مكان في أبو رواش، ده من أملاك المحافظة. المحافظة أعطته هدية للشركة بدون مقابل. ليه؟ لأنها عارفة أن ده هيخدم مواطنين. طيب لما الخطوط دي تدخل داخل المدينة داخل حدائق الأهرام بتتطلب حفر، الحفر ده كان فيه اسفلت، بتدفع رسوم عشان الاسفلت يرجع كما كان. من الذي حصل الرسوم التي دفعتها شركه الغاز؟ هل المحافظه ولا الجمعيه؟ الجمعيه. فالجمعيه لديها ما يلزم ماليا لاعاده تالف الرسم. الناس اللي في الحدائق يعني انت بتقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني عايزين خلال البرنامج حوار اليوم اللقاء الخاص نقول لهم ايه؟ روحوا للجمعيه اطلبوا منهم ايه؟ لان المحافظه واجباتها عملتها. بس كل ما يخص المحافظة من التزامات احنا بنقوم بيها. طبعا احنا مستعدين نتحدث مع ممثلي الاهالي وده بيحدث بالفعل. وانا طلبت في اول اجتماع ان احنا نعمل الاجتماع ده كل شهر، وارجو انه فعلا ما يمرش اكتر من شهر الا ونعمل هذا الاجتماع. احنا بنقوم بدورنا في عملية الترخيص وازالة الاشغالات والتعامل مع المخالفات ما طبقا للقانون. الجمعية عليها التزامات. أنا قصدت أن أدعو الاتحاد التعاوني للإسكان عشان دي الجهة اللي بتهيمن على الجمعية. تمام. إنها تبقى حاضرة. طبقا للائحة يمكن للأهالي أن يشتركوا كأعضاء في الجمعية، وأن عندما تتاح لهم الوقت للعقد طبعا ده بيعقد بناء على تواريخ ولوائح العقد الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية. تمام. عندما ينعقد ممكن أنهم يختاروا من بينهم من يقوم على تحقيق مطالبهم. أولا بدلا من أعضاء في مجلس الإدارة لا يقوموا بهذا الدور. فده متروك لهم. بالنسبه للميزانيه الخاصه بالجمعيه بتاعتك تحديدا حدائق الاهرام دي، انتوا لا سلطه لكم عليها؟ لا نراجعها الفلوس العامه. ايوه، واللي بيتابعها الاتحاد التعاوني. وهذه مسؤوليات حسب معلومات محافظه الجيزه، هل لديهم ما يكفي ان هم يصلحوا المنطقه، يرصفوها، يعملوا الخدمات؟ انا كعملي كمهندس من واقع يعني مهنتي السابقه قبل القيام بدور المحافظ، يعني أنا أرى أن في حدائق الأهرام في مساحات كبيرة في التقسيم مخصصة كخدمات. وهذه الأرض يمكن أن تباع بالطريقة المثلى
التي يختارها الجمعية والسكان وتدر موارد تكفي لرفع مستوى كل الخدمات سواء كانت بنية تحتية أو خلافه. بالنسبة لمطالب الأهالي يمكن تحقيقها بتوفير موارد مالية بعرض أراضي الخدمات. في تقصير في الجمعية يعني ده يحكم عليه السكان. لكن أنا أرى أن هذا طريق مفتوح وواضح يمكن من خلاله تدبير الموارد والمخالفات. يعني مخالفات المخالفات احنا سنقوم بها لان هناك دوار. قانون خمس ادوار هناك قانون بيطلع بقى. احنا لا يمكن ان نحيد عن تطبيق القانون واحنا موجودين في مكاننا عشان نطبق القانون لا ان نكسر القانون. واذا ظهر او سرى قانون جديد تشريع جديد للمخالفات فليس لدينا مانع من تطبيقه. وكل ما هو في صلاحيات المحافظ من إمكانيات للتجاوز وللتصالح قد استخدم. يعني قانون البناية الحالي بيقول إن في بعض المخالفات يمكن للمحافظ أن يستثنيها ويتصالح بشأنها. تمام. كل هذه الإمكانيات تم قام المحافظ باستخدامها لصالح المواطنين. ليه؟ لأن احنا ندرك إن عملية الإزالة فيها ضرر للجميع. صح. لكنها بتنطوي على حفظ حق آخرين. يعني أنا جيت سكنت في الحدائق ولقيت أن كل العمارات ارتفعت وأصلا هي فيها شبكة مية وشبكة صرف صحي منشأة على حساب الأعضاء. الدولة لم تنشئها. ده الشبكة اللي موجودة ملك لأعضاء الجمعية. طيب لو الشبكة دي غير قادرة على استيعاب العدد ده كله ما هو المطلوب؟ تغيير الشبكة. من الذي سيدفع الثمن؟ المحافظة. كل الناس. لا المحافظة ليس لها دفع. مش المحافظة؟ لا المحافظة ليس لها دفع. ولا الجمعية؟ الناس هتدفع. الناس اللي تدفع. الناس اللي تدفع. فإذا أنا عايز أحافظ على عدد السكان اللي موجودين عشان الشبكة تظل قادرة. طيب افرض إن أنا عليت هنا لازم بقى المردود ده يروح جزء منه عشان يقوي الشبكة. صحيح. طيب عملتوا التطوير في شارع فيصل في التوسعة وشارع الهام لكن لسه زي ما هي الاختراق المروري الشوارع ترصيف وغير برغم انه فيصل وهرام ده يعني ناس بتمر عليها كل يوم ومنطقه حيويه لسه شغالين لسه ما خلصناش واحنا قدامنا 3 شهور في شارع فيصل واحنا الجزء اللي احنا خلصناه جزء صحيح قليل لكن بيضيف سعه كبيره يعني لها مردود على المرور لان الجزء الاضافي من الشارع اللي احنا خدناه من أرصفة كانت متسعة بدون مبرر واستخدمت في الفترة الماضية إما لمعارض السيارات بالمخالفة أو إما لامتداد للمقاهي أيضا بالمخالفة فهذا الاتساع بيزيد وواضح أنه سيكون له مردود. احنا دورنا بقى مع الإدارة العامة للمرور أن احنا نحافظ على حق كل واحد. الشارع نهر الطريق للسيارات والرصيف للمشاة وكل مقهى له ترخيص وحدوده حدود المبنى ليس له مكان خارج حدود المحل فده سنحافظ عليه ولما نعمل الحاجتين نخلص المشروع. بس يعني متعودين زمان من زمان قوي لما يمر المحافظ الدنيا تتظبط لما يرجع تاني المحافظ لجولة تانية ترجع عريمة العادات القديمة كله يتعدى كله يتعدى الرصيف كله بيمتلك نص الشارع إلى آخره. وده طبعا ده في شارع الهرم شارع فيصل وفي كل وفي الطلبية والحاجات كتيرة جدا. انت يعني حريص ان انت كل شوية تنزل كل شوية يعني انا عايز اقترح صيغة عشان ايه؟ عشان توفر ايضا جهد المحافظ وجهد المسؤولين وقد يكون لها نتيجة كويس. احنا عندنا نموذج عملي في ترعة المريوطية. تمام. ايه اللي حصل في ترعة المريوطية؟ كان فيها تلال من مخلفات البناء. صحيح. رئيس الوزراء كلف مجموعة الشركات بانها تشيل. شالت ونظفت المكان. الاجراء ده يمكن ايه تالت اجراء يتم من نوعه. صح. وبعدين ترجع تاني المخلفات. ترجع تاني. طيب احنا فكرنا في صيغة جديدة. يقول ايه؟ قلنا والله اصحاب العمارات اللي هم مضارين من وجود المخلفات دي بالدرجه الاولى. في ناس كتيره مضاره. صح. يعني اللي بيمر على الطريق ده مضار لكن مش ساكن فيها. لكن اللي مضار مباشره صاحب العماره او اللي ساكن في العماره اللي في وشه هذه المخلفات. قلنا نعمل منهم مجلس امناء هو اللي يدير هذا المكان
واحنا كمحافظه هندي حق انتفاع هذه المساحات اللي فاضيه تستخدم في حاجتين اثنين، يا موقف سيارات يا مشتل، يا مشتل يا زراعه، مفيش حاجه ثانيه. كويس. وده باتفاق مع الاهالي، والاهالي هم اللي هيجي ممثليهم مع المحافظه هم اللي هيخصصوا الاماكن دي. حق الانتفاع جنيه للمتر المربع في الشهر، ده حاجه رمزيه جدا. لغايه دلوقتي نظيفه، لغايه دلوقتي نظيفه صح، وبقت واحنا بنقوم ب بدرجات. طبعا احنا سعداء ليه؟ لان احنا مش هنتكلف مره ثانيه الرفع. يعني يا ريت لكل شارع، انا برحب يا ريت يبقى المجلس كل شارع في مجلس امناء. كويس. وانا مستعد اخد جزء من ناتج الاعلانات اللي في الشارع واديها لهم، هم يصرفوها على المكان ده لتحسينه، بس بشرط انه يتفق مع القواعد الماليه العامه. فانا وبرحب ايضا بان اي مجموعه تحب تاخد النظافه، مسؤوليه النظافه في اي منطقه، احنا جايين له اكيد طبعا، اكيد لازم نتكلم، لازم نجيله اكيد، لازم نتكلم عليه. فبرضه عايزين نتكلم عن، عايزين نبتكر صيغ جديده لاداره الخدمات المقدمه للمواطن، هنقف يشترك فيها المواطن. هنقف بس فاصل سريع ونرجع تاني لموضوع النظافه والكمامه ده، استاذنك يا دكتور ونكمل حوارنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. حوار اليوم شرفنا محافظ الجيزه دكتور علي عبد الرحمن. وصلنا واتكلمنا كتير جدا عن العشوائيات قبل الفاصل، عن حدائق الاهرام، عن شارع الهرم شارع فيصل، طلعت المايوتيه. عايزين نخش بقى على النظافه. وقبل الفاصل يا فندم قلت لي عايزين افكار ابتكاريه، لا مانع انه يدخل الاهالي المواطنين بحق انتفاع، بس يساهموا في مثلا الحفاظ على نظافه الحاره، الشارع، الطريق اللي قدامه، اللي قدام عمارته، حتى بما فيهم المستثمرين. هل تم شيء في النقطه دي ولا احنا بنطرح دلوقتي من خلال برنامج افكار خاصه لاول مره؟ خلينا اقول ايه المشكله وبعدين عشان نقدر نفكر ازاي نحلها. تمام. المشكله بالنسبه للجيزه انه رسوم بتحصل على فاتوره الكهرباء تتراوح بين 3 جنيه في الشهر و9 جنيه في الشهر، ده بالنسبه للسكن. بالنسبه للمحلات هي اكبر من كده، وممكن احنا برضو نفكر في اسلوب مختلف لجمع القمامه من المساكن يختلف عن جمع القمامه بالنسبه للمحلات. الاجمالي ما يجمع في الشهر في احسن تقدير في احسن الشهور تقدما في مستوى التحصيل 3.5 مليون. 3.5 مليون جنيه للشهر، للشهر الواحد، عن كل احياء الجيزه. بما فيهم 6 اكتوبر، 6 اكتوبر رجع، لا 6 اكتوبر لوحدها ده ملاها منظومه نظافه تبع الجهاز، هي وزايد، هي وزايد، دول مش داخلين معانا. عندي بالاضافه لده بقى القرى والمدن في الجيزه لا تدفع. يعني اصلا القانون بتاع دفع رسوم قمامه عشان النظافه ده مش ساري عليهم. ليه بقى مش بقى هو اصلا طلع على الاحياء الحضريه اساسا. فلما جه يتطبق اتطبق على الاحياء الحضريه. المراكز ما هي ما لم يسر القانون عليها. يعني الوراق اصبح حاليا حي. بس ساعه صدور القانون ما كانش حي. ولذلك دلوقتي لا يدفعون. اهالي اهالي الوراق كلهم ما بيدفعوش على الفاتوره. ارض اللواء اصلا ما كانش مع التغيير العمراني ده بيتغير، ده يتغير ده مع القانون ممكن يعني. ممكن احنا يعني بقى لما نيجي نفكر 3 مليون دول ممكن يوصلوا كمبلغ، ممكن يعني يزيدوا يبقوا 9. بس خلينا نقول ايه بقى، انه دلوقتي المستوى النظافه اللي في الشارع ما هواش المناخ المناسب، ما بيديش المناخ المناسب انك تطلب كمحليات زياده بالظبط، فمقيد بما تحصله. طيب حاليا بنصرف كام مع بقى زياده اجر العامل؟ في 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 شركات يعني انتوا تعاقدتوا مع شركات ولا انتوا بنتعاقد مع شركات؟ لكن انا دلوقتي انا عندي انا ممكن احاسب الشركه، عندي اداره يعني اذا كان المستوى لا يليق اغير الشركه. انا عندي هيئه نظافه فيها عمال وفيها سواقين وفيها معدات. المنظومه ديت منظومه مملوكه للمحافظه. بتصرف كام بقى عشان تقوم بمهام في النظافه؟ بتصرف 10 مليون جنيه في الشهر.
فانا عندي كل شهر حصل بينهم ثلاثة فانا عندي كل شهر عجز 6.5 مليون. الدولة ما بتساعدنيش في المهمة دي، تقول لي والله انت بتاخد رسوم اشتغل بيها في النظافة. طيب بس انا ما اقدرش انزل في المستوى عن او انفق ال10 مليون، لان في جزء منها اجور. صح. طب انا هعمل ايه في الاجور؟ ما لازم هديها. في عندي معدات عايزه اصلاح وبنزين وتشغيل وخلافه. فخلينا نقول ايه، انه على المستوى غير المرضي الحالي عندي عجز 6.5 مليون جنيه، دول بدبرهم من صناديق خدمات المحافظه، من محاجر، من اعلانات، من موارد ذاتيه. طيب عشان احسن المستوى عايز تمويل. صح. طيب لما انا بصرف 10 مليون جنيه في الشهر بقدر اشيل كام طن في اليوم؟ بقدر اشيل 3500 طن في اليوم. لكن قد ايه قمامه بتطلع من الجيزه؟ طبيعي بقى بيطلع 5000. 5000. فانا عندي برضو عجز في الشارع زي ما انا عندي عجز في التمويل، عندي عجز في الشارع يومي 1500 طن موجودين، ما اقدرش اسيبهم، لان لو سبتهم يومين ثلاثه الجيزه هتغلق. كويس. يعني في ايام الاعياد لما بياخدوا اجازات وما بيشتغلوش او الاضرابات الدنيا بتتقفل. صح. فبعمل ايه؟ اقول انا لازم اتعاقد مع شركات او متعهدين ملوش دعوه بالاجازات. فالمتعهدين دول قطاع خاص بيجي يشيلوا من الشارع، من اماكن التراكمات، وينقلوا الى المقلب العمومي. هنا بقى انا بدفع لهم فلوس. طيب انا بتكلم كمواطن بقى. كده كده انا بدفع فلوس للقمع، بس ما هياش كافيه للخدمه. بالظبط. خلينا بقى ايه، خليني اقولها بالظبط. طب انا لما بتعاقد مع شركه، بتعاقد مع شركه اجنبيه، خلينا نقول نصغر الموضوع، نخلي مثلا ايه، حي يبقى مجلس اداره الحي مثلا، والحي ده هو يتولى الموضوع كمواطن. انا كده كده بدفع، فبالتالي الموضوع هيبقى مربح الى حد ما للشركه لما يكون عندها. كويس. وتيجي المحافظه تشرف على الموضوع. كويس. تشرف على الموضوع ده. ممتاز. ويخش ناس. ممتاز. هل الامر ده يعني انا مستعد لهذا الاتجاه. بس اللي هيجي يدرسه كجدوى اقتصاديه مش هيقبل عليه. ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان هو بياخد. انا كنت مع وزير البيئه دكتور خالد فهمي لسه بتكلم معاه، فقال لي دلوقتي الزباله المفترض يطلع منها يا طاقه يا غاز، يطلع منها توليد يعني يتم استخدامها في شكل ما. وطبعا في حاجات بيتم اعاده تدويلها، الورق وغيره والحاجات دي كلها. طبعا ده بيعتمد على ان الجدوى الاقتصاديه هتتعدل من ان هو ياخد الزباله ويعمل لها تدوير ويكسب منها. كويس. بس ده لم يتم لغايه دلوقتي. اول خطوه في التدوير تخصيص اراضي، عايز تخصص ارض عشان لقطاع خاص عشان يعمل شغل يستفيد منه. واول يوم يشتغل عايز طاقه كهرباء وعايز ميه وعايز صرف، عايز خدمات. وهو لما يجي هنا مش هيبقى جاي عشان يشتغل سنتين ولا ثلاثه، لا طبعا، ده عايز يشتغل على الاقل 15 سنه. طيب ده لغايه دلوقتي ما هوش في ايد المحافظ انه يخصص اراضي لمشروع لقطاع خاص. المحافظ مفوض انه يخصص اراضي للمنفعه العامه بتاعه المواطن، زي لمشروع زي مدارس. صح. صح. طيب موضوع بقى الزباله. خليني اقول دلوقتي ان المشكله دي. انا ما اللي هيخلي المواطن يحس ان في نقله في مستوى النظافه، ان الاليه بتاعه الجمع والرفع والنقل للمقلب العمومي او لمصنع للتدوير تحسنت. كويس. انا ما عنديش مانع ان انا، بل بالعكس ده انا عايز اشوف صيغه قريبه من المفهوم ده، ان اهل المنطقه ياخدوا الرسوم التي تجمع على فاتوره القمامه ويقوموا بعمليه النقل، او يكلفوا شركه قد يتعاقدوا مع شركه. اهل منطقه مثلا، حي زي دقي، حي زي المهندسين، احياء كتيره جدا، زي بالظبط اللي عامله منظومه زايد واكتوبر، شيخ زايد واكتوبر تبع الجهاز بتاعهم، هم جايبين شركه وهم متعاقدين مع الشركه وهم اللي بيحاسبوا الشركه. انا عايز صيغه زي دي، يعني انا عملتها في ابو رواش في المنطقه الصناعيه، في مستثمرين. جبنا، هم قالوا احنا عايزين شركه، قلت لهم انا اخش معاكم طرف ثالث، نعمل عقد ثلاثي. كويس. انتوا هتدفعوا للشركه، انا مش عايز حاجه. انا عايز ابقى مراقب بس. كويس.
وده جاي من ايه؟ جاي من ان القيمة ما يحصل على فاتورة الكهرباء قليل عن ما يلزم للوفاء بتكلفة الخدمة. لان 3 جنيه بقى احسبها كده بالراجع، 3 جنيه يعني 30 قرش مش كده ولا ايه؟ صح. 30 في اليوم 30 في اليوم ايوه يعني ده حاجه زهيده جدا. وفي نفس ما هو اي مواطن يا فندم، اي مواطن انه ايه لما بيلاقي تحسن ويطلب منه زياده هيقول مفيش مانع. انا والله مستمتع. انا عندي بتخلص من الزباله الى يعني اخره. خلينا لما نيجي نراجع اللي احنا قلناه مثلا اعلى معدل كان 9 جنيه للشقه ده 30 قرش في اليوم. ال 3 جنيه هيبقى 10 ساغ في اليوم. ده لا يكفي لتكلفه الجمح كعماله والطلوع على السلم والنزول والنقل بعربيات، واذا تجمع في الشارع ينقل بمعدات لوادر وعربيات. فتكلفه الخدمه اعلى من كده. ممكن اللي بقى هنا اللي فيه الامل ان يبقى فيه تدوير يعوض. صح. بس الى حين ان ده يتم. على فكره ده عايز استثمارات، ما هوش سهل. من ناحيه ثانيه مربح، وبعدين برضو اللي جاي مستثمر ده في الظروف اللي احنا فيها. ما فكرتش المحافظه انها تجذب مستثمرين فيه. يعني انت ايه؟ بس هو بيجي ازاي؟ بيقول لي بيقول انا عايز اخد حق انتفاع ده 15 سنه. ايه المانع؟ ده بقى عايز قرارات من مجلس الوزراء. وفي نفس الوقت هو عشان يبتدي الخطوات الاساسيه اما بيرجع بقى عايز خدمة. والبدايه عايز استقرار. لان انا عايز كمان لما يجي ما مش كل يوم هيبقى في تغيير للقوانين. طب مشكله الزباله هتبقى قد ايه مستمر؟ هتفضل مستمر لحد ايه؟ ما يبقى لها حل. انا في رايي لو في حلول تبقى على مساحات محدوده تدي نماذج جيده ناجحه، ده احسن حاجه نبتدي فيها. يعني خلينا مثلا نقول ايه، احنا عايزين ناخد منطقه الدقي وممكن فيها المحلات تساهم بدور اكبر، ممكن مجتمع مدني يدعم عمليه المنظومه ديت، ممكن المحافظه من جانبها. انا مش احنا مش هنقف ساكتين. انا مستعد من ناتج الاعلانات في اي منطقه جيده فيها سعر جيد للاعلانات ان انا اديهم جزء في نظير تخفيف المهمه بتاعه المحافظه في رفع المخلفات. يعني يبقى كل واحد ليه دور. واي حي دلوقتي لو عايز يعمل من نفسه مجلس كده ويتولى الموضوع من بابه حتى ياخد فلوس واجزاء من الحي. واجزاء من الحي، مش لازم الحي كله. الحي كله جزء من الحي وياخد فلوس القمامه اللي بتجمع وتفرق هو منه. أيوة. بس يضمن حق المواطنين والنظافه. يعني يضمن، يعني ده متاح دلوقتي. منطقه طيب التحرير في امبابه. منطقه العمال في امبابه مثلا. كويس. انا ما عنديش مانع اقعد مع مجموعه منهم يجيبوا هم شركه من عندهم، هحسب لهم ايه اللي بنجمعه ويخص هذه المنطقه كسكان، واحنا شفافين مع الجميع وعايزين نوصل لصيغه فيها المجتمع المدني والمواطن يبقى له دور. على الاقل هيخفف عند الرصد والمتابعه. صح. ليه؟ انا عند الرصد والمتابعه بدفع فلوس على مشرفين وناس بتكتب تقارير قد تكون هذه التقارير غير سليمه، لكن اللي بيستلم الخدمه متلقي الخدمه مش هيكتب تقرير غلط. صح. عايزين نروح لموضوع الباعه جايين وتخصيص مكان ليه. وطبعا احنا عارفين الموضوع بقى له 5-6 شهور. طبعا كان وسط البلد الى اخره في يعني لا تتبع خبز الجيزه، ولكن المنظومه حاسين ان البلد كلها بجميع المحافظات هتنتفض وتخصص وتنظم الموضوع ده. ليه في الجيزه بيشتكوا الى دلوقتي ما فيش عندهم؟ ليه بيتلصصوا الموضوع؟ نقول كده مش متنظم. المحافظه فكرت تعمل ايه في الباعه الجايه؟ شوف احنا بنمشي على اتجاهين. الاتجاه الاول ان انا اوجد اماكن يمكن للبائع الجوال انه يتعامل مع المحافظه في اطار قانوني. ان انا بوجد اماكن. تمام. قد لا تكون كافيه لهم كلهم. قد لا تروق للبائع الجوال. ما عشان اقول بس الشرط ده الشرط ده شرط انا اعتقادي الشخصي كمواطن. ليس له الحق أن يملي شروط وهو مخالف. يعني هو بيأخذ مكان بالمخالفة يضر به وينتزع من حقوق الآخرين
وفي نفس الوقت يملي شروط، يعني يقول هذا المكان يعجبني ولا يعجبني، أنا أرضى بهذا ولا أرضى بهذا، هذا مرفوض 100%. إحنا عندنا أماكن أتحناها. فين؟ عندنا في شارع ربيع الجيزي في 72 محل. 72 محل في ربيع الجيزي. في شارع ربيع الجيزي. ليه الناس اللي في اللي في ميدان الجيزة كويس؟ طبعا هم دلوقتي احنا ارغمناهم على انهم يمشوا. اكتر تجمعين طيب. ميدان الجيزة والطلبية. وشارع العريش مثلا. شارع العريش طبعا ده في ميدان الجيزة. قعدنا معاهم وقلنا لهم في مكان تقف فيه. قال لا انا عايز كل السيارات اللي بتيجي لميدان الجيزة ايا كان نهاية الموقف بتاعها تيجي تقف في الموقف اللي انا واقف فيه. طبعا ده شرط لا يمكن تحقيقه. لا يمكن تحقيقه. يقولوا لي الموقف عشان يبقى فيه زباين. طبعا. طيب اللي بيبيع ذره الماسح الاحذيه ده هتصرف معاه ازاي؟ اللي بيبيع على ترابيزه نظارات كويس، اللي بيبيع ملابس في نهر الطريق وعلى فكره بعضهم بيتبع محلات موجوده ولها تراخيص في ميدان الجيزه. بس هو بيعمل بدل ما يعرض قدام المحل تانية. فقط بيعرض في عده اماكن عشان بقى ما يجيش حد ينافسه، فهو بينافس نفسه. يعني مثل هذه التصرفات لا يمكن ان احنا نستوعبها بحل، والحل ده يرضي الجميع. اذا احنا عايزين نطبق القانون، عايزين نسيب الشارع، بس في نفس الوقت احنا عندنا اماكن لو قدرنا ندبرها وده حسب امكانياتنا هنديها لهم. زي ميدان الجيزه حطينا فيه 80 شريحة و80 مكان يقفوا فيه. وقفوا فيه يوم واحد أو يومين ومشوا. احنا دلوقتي بنقول للناس احنا عندنا نفق انزلوا من تحت عشان تستخدموا الأنفاق دي. اللي بيشجعهم على انهم ما يستخدموش الأنفاق الباعة الجائلون اللي هم بيفتحوا لهم طريق عشان هم يقفوا في نار الطريق. صح. بس الناس اللي في ميدان الجيزة كمثال يعني الحمد لله هو دلوقتي هيروحوا يعني انا سؤالي بس كل الباعه الجائلين انت حاطط خطه ان كله يمشي ويروح الاماكن المخصصه ليها اذا توفرت من المحافظه ولا انت يعني لا مش كله مش انا كله. عندي 9000 واحد كويس بس عدد كبير جدا منهم ليسوا من ابناء الجيزه طبعا واللي جاي وافد من بني سويف والفيوم وخلافه ده انا لا التزام للمحافظه قبله على فكره اي حد بيجي اللي هو الهجره الداخليه من الصعيد او من بيجي اول حته يقعد في الجيزه معرفش طيب من زمان دي بوابه القاهره هو منتظر عمل من الثلاثينات منتظر عمل في القاهره بس لسه منتظره يعني فطالما ما فيش عمل رسمي حكومي في القاهره بيقعد في الجيزه على سيره العمل بقى عايز اكلم قبل الوقت ما يجري مع معاليك عموما نقطه السياحه الجيزه والسياحه الجيزه طبعا فيها الاهرامات فيها مناطق سياحيه في اتهام انها عدم الاهتمام بيها بشكل او باخر. هل ده في ذهن مخطط المحافظه تطوير الطرق السياحيه الاماكن الرائحه السياحيه؟ طبعا في منظومه اللي حصل في شارع جوزيف الازهر يعني كمثال يعني وتحويل المكان الى مزار طالما ان هو جنب شيء سياحي. هل الامر وطبعا في طبعا حدائق وحديقه اكبر حديقه حيوان طبعا موجوده في تعتبر او تعد من اشهرها في افريقيا اللي هي حديقه حيوان او السياحه بشكل عام حاطين خطه ليها طبعا حاطين خطه ان انا احافظ على هذا التراث العظيم طبعا انا انا بتعامل هنا مع وزاره الاثار بتعامل مع وزاره السياحه اول ما يبقى في امكانيه لتطوير وهذه الامكانيه متاح لها عناصرها الرئيسيه احنا بنقوم بالدور ده زي من تطوير منطقه المحيطه بالمنطقه الاثريه في الهرم عملنا رصف لطرق طريق ابو الهول السياحي والطريق ده كان غير ممهد حاليا بنقوم بتطوير طريق المنصوريه من صوت والضوء لغايه الدائري احنا عارفين ان شارع الهرم بيبقى فيه مظاهرات صح ما هواش طريق متاح دائما وبعد ما يبتدي المترو خط المترو الرابع هيبقى فيه اجزاء منه هتغلق فلازم نوجد طرق للسائح عشان يوصل للمنطقه دي من الطريق الدائري القوس الشمالي عشان ينزل الى على طريق مصر اسكندريه الى مداخل المنطقه الاثريه في طريق رصفناه ده الطريق ده كان تهالك بسبب الاعمال الجاريه في انشاء المتحف المصري الكبير. صح. وبعدين اصلا انت حاليا بننظم منطقه الخيول اللي انت تحت الهرم.
وزارة السياحة طلبت مننا ان احنا نعمل تنظيم للتراخيص لمسيري الجمال والدواب. التنظيف بتاع شارع الجمال عبد الناصر في المنطقة المتاخمة لسن العجوز برضو ده بنقوم بيها بالتنسيق مع هيئة النظافة. فيها بقى يعني تغيير جغرافي شوية للمنطقة المحيطة مستقبلا. طبعا في مشروع كبير قوي محطوط للمنطقه غير البنى، يعني انا بتكلم في الشوارع والطرق والتسهيل. في سحب للحركه من المنطقه دي. هو حاره واحده وشارع واحد اللي هو احنا فيه. الحركه اللي هتبقى هنا تبقى جايه فقط للمنطقه الاثريه وللمتحف المصري الكبير. يبقى اتجاه واحد، لكن الحركه كلها هتتنقل الى المنصوريه. اللي بيشوف المنصوريه حاليا دلوقتي طريق بيزدوج، احنا صرفنا عليه حوالي 25 مليون جنيه. وده بقى اللي بيميز ان في رؤيه، ان انا بقى ان في رؤيه للحركه، ان في طريق بياخد من شارع الهرم يودي لغايه اخر الجيزه شمالا. بيمر بقى بكرداسه، بابا رواش، بمنشيه القناطر، حتى برقاش. الطريق ده موازي لمصر اسكندريه الصحراوي، يحل محله ويبقى بالتالي ايه يعني اللي هنعمله في مصر اسكندريه الصحراوي؟ هيبقى خاص بالسواح فقط. لما نعمل الطريق يعني، وفي نفس الوقت بديل عن الزراعي. يعني عشان مشاكل الزراعي لسه من شهر. ودي ايضا ضمن هذه الرؤيه. ان نربط الدائري بطريق المنصوريه بمطلع ومنزل، وده فعلا الجهاز المركزي للتعمير قام بهذا الدور وانشئ، ربط الدائري بمنزل ومطلع وافتتح الشهر اللي فات. حاليا بيتعمل ربط محور 26 يوليا بالمنصورية. احنا كملنا بقى من الدائري على المريوطية لغاية ميت رهينة، لغاية اثار ميت رهينة. صارفين 32 مليون جنيه عشان الطريق ده، كان الطريق ده متهالك تماما. صح. دلوقتي خد الطبقتين الاولانيين، طبقة الاساس والطبقة اللي تحت السطحية، الطبقة النهائية بقى اللي هي الطبقة السطحية لسه هنشتغلها دلوقتي. على سيرة التنمية برضو احنا بنتكلم، بس كان في مشروع كده أعلن عنه من زمان قوي، تنمية أو تطوير شمال الجيزة. يعني هو طبعا أعلن عنه من زمان، ما كانش طبعا في وجود معاليك على رأس القيادة المحافظة الجيزة، لكن وده بيطرح برضو السؤال نفسه، هل الخطط القديمة بتتركن ولا بيتم الاستعانه باجزاء منها، ولا المشاريع اللي باقيه بيتم الاشراف عليها؟ ده بينفذ بحذافيره. ده مشروع نموذجي. من يوم ما وضع كما هو. والعناصر التي نفذت منه اجزاء من المشروع كما هي، يوم وضعت ويوم اجيزت ويوم اعتمدت. وده اللي احنا عايزينه في مشروعاتنا، مشروع يتحط تتغير الانظمه، المشروع يستكمل لصالح المواطن، هو مدروس دراسه جيده. ليه؟ استخدام ارض مطار امبابه صحيح على ثلاث عناصر. فيهم عنصر انشاء محور احمد عرابي، تم بالفعل. انشاء حديقه بمساحه 40 فدان متنفس لاهل امبابه، تمت بالفعل وافتتحت. انشاء عمارات سكنيه عشان تبقى شقق لتعويض المضارين بفقد سكنهم اثناء تنفيذ مشروع تطوير امبابه. العمارات قاربت على الانتهاء. خدوا بالظبط. كويس. هنبدا المرحله الاخيره بقى. تطوير امبابه والوراء ازاي؟ انك هتنشئ مراكز خدمه داخل امبابه بس موزعه على المساحه بتاعتها. مش متجمعه في نقطه واحده. المدرسه جنب منطقه، مدرسه ثانيه جنب منطقه اخرى. المراكز الخدمه ديت هتقتضي ايه؟ نزع ملكيات، فتح شوارع. في امبابه تلاقي شوارع في نهايتها مغلقه، سد عايزه تتفتح عشان الشرايين تتقفل مع بعضها والحركه المروريه تمشي. ده هيقتضي ازاله منازل. اللي هيزال منزله هياخد شقه في المباني اللي موجوده. طيب المصروفات لو ما كفتش ايه اللي هينفق عليها ويمولها؟ السبعين فدان اللي باقيين على ارض مطار امبابه المطروحين للاستثمار. فالمشروع ده عائد استثمار، عائد الاستثمار يصرف يروح لاهالي امبابه والوراق. فده مشروع جيد متكامل ماشي في خطوات. كل اللي عايزينه بس نسرع العجله تمشي. الجيزه معروفه انها كده محافظه التناقضات، فيها الرقي مهندسين دقي، وفيها ريف تمام، فيها ارستقراط وفيها عشوائيات تمام. وده ميزه مش وحشه. دي ميزه. ميزه. لان احنا لازم نختلف عشان نقدر نتكامل. لو احنا كلنا طبعا من بعض كده
مش هنقدر نتعاون مع بعض. الحتت الريفيه لو ناويين تعدلوا فيها شويه لازم تاخد وبالدستور. النهارده لما يجي موارد اكبر لمحافظه الجيزه بتوزع المناطق الاكثر فقرا تاخد حصتها الاكبر، والدستور بتاعنا بيقول لازم نقرب مستويات التنميه للمحليات المختلفه. الوحده المحليه ديت لازم تنمو، والوحده المحليه دي تنمو برضه، لكن افرض ان فيها خدمات افضل تنتظر شويه لغايه ما نخلص الوصول الى مستوى متكافئ. يبقى في كل مدينه في البنك وفي المستشفى المركزي وكذا. فدي امور مهمه جدا. طبعا كبر التمويل واداره المحفظه الماليه دي مهمه جدا. الجيزه عندها موارد جيده جدا. الجيزه عندها المنطقه المحيطه بالمتحف لغايه الاهرامات فيها 64 فدان ملك محافظه الجيزه. دي لما تطرح فنادق بعد ظهور المتحف المصري الكبير صحيح، دي هتدر عائد يكفي لتحسين المدارس اللي في الجيزه بكاملها صحيح لوحدها والمنطقه كلها. طبعا ادي مشروع وحته اخر شارع فيصل ودخول كل ده هيتحسن لما يبقى في تمويل لمشاريع كبيره هتتنقل نقله كبيره جدا. ايه رساله دكتور علي القنا للمواطن اللي ساكنين دلوقتي في محافظه الجيزه عايزين نقول لهم ايه رساله؟ احنا عندنا مقومات كويسه جدا مش هنقدر نستخدمها الا اذا الاستقرار ده بتاع المجتمع ده بقى ساد، والناس عرفوا عننا بره ان احنا مكان امن. السياحه جزء من دخلنا، مش هيتم تنشيطها بان احنا نطور الاماكن السياحيه بس. طيب لا، لازم كمان نبان قدام العالم ان احنا امنين ومستقرين ونصبر بقى على الصحه والتعليم. بس احنا بس في خطوات انا عايز اقول لكل واحد في الجيزه في اي منطقه عشوائيه هيلاقي في جنبه اعمال تمت، في تبليط شوارع، في اناره شوارع، في حنفيات حريق بتتحط مثلا، في شبكه ميه بتتغير، في صرف صحي بيتحسن. ده على قد التمويل المتاح. كل ما التمويل ده يزيد مفيش شك ان احنا هنسرع في ان احنا نغطي الجيزه كلها. انا بشكرك جزيلا سياده المحافظ علي عبد الرحمن، دكتور علي عبد الرحمن، بشكرك جزيلا على هذا اللقاء وعلى وقت معاليك. احنا عايزين اوقات ثانيه عشان نغطي يعني مناطق ومساحات محافظه الجيزه، واتمنى يكون وقتك يسمح ونطلب ونطمع في ان احنا نجري يعني حوار تاني ولقاء خاص من حوار اليوم. انا بشكر البرنامج يعني على تلبيه الدعوه لتشريفنا، وبشكر المواطن الكريم المشاهد انه احسن الاستماع لنا. شكرا يا فندم، والى اللقاء في حوار اخر.